تذكر احنا في فتره وجودنا واي اشكل علينا انه هاي بها مجامل مع العلم كتنهي صار لاكثر من سنتين مع المنتخب هي 90 او اكثر من 90% خيارات باسم قاسم للامعله، وانا مسؤول عن كلامي هذا الحمد لله. وحتى هاي المجموعه الكبيره من الشباب مو احنا لولا اعطاها الفرصه وشفت الهجمه اللي صارت عليه من بالخليج على ميمي لكان الحال المنتخب بحال يرثى له بعدم وجود ميمي. نعم. حقيقه لو مو الحمد لله ولاعبين اخرين نقوله. انا اقول الان المنتخب وجهه نظري الشخصيه يحتاج الى جست المرام. نعم. المنتخب الان من وجهه نظري الشخصيه يحتاج الى محمد داود وبوقت مبكر مثل ما زجينا بميمي. انا كنت طالب بمحمد داود من ذلك الوقت. نعم. بالمناسبه يعني يحتاج اما يعني اللاعبين الاخرين يعني حقيقه يعني لاعبين جيدين، ولكن انا عد على تحفظ على قسم يمكن من 3 لاعبين الى 4 لاعبين يعني حقيقه. انا وجهه نظري الشخصيه لو كنت انا مدرب المنتخب الوطني ما استدعيهم، ما اذكر لك اسمهم لانه هذا لا اريد اثر عن ابنائي وزملائي اخواني عفوا اللاعبين، بس انا هاي وجهه نظري الشخصيه. لا اكيد يعني هو ممكن القائمه موجوده باي لحظه ممكن انه يستدعي لاعبين، طموح موجود اي لاعب ممكن يقدم مستوى جيد، وشفت القائمه يمكن كل اللاعبين جدد استدعاهم المدرب او لاعبين كانوا بعيدين عن المنتخب استدعاهم، اي لاعب ممكن عنده فرصه لعوده للمنتخب الوطني. تتوقع انه عودتك المنتخب الوطني؟ اكيد يعني قلت لك طموح كل لاعب، تركيز علينا انه نركز اولا على المباريات وتقديم مستوى يخدم الفريق، واذا استدعى المنتخب اكيد اكون جاهز ان شاء الله. الاتحاد او المعنيين بهاي اللي يدعون الاسامي يعني هم بعد كل من وجهه نظره احنا تشوف يعني نلعب ونتمرن وهذا وبعد هم بكيفهم. اتوقع انت قادر على تواجد المنتخب ان شاء الله؟ اكيد اي لاعب يتمنى يلبس فانيله المنتخب.